عمي عقبال ما تفرش السرير كده. طيب انت ايوه. لا ايه لا. انا مبسوط كده. كلاوية بتتعب لما بقعد. شوفي يا اخت الراجل. اه يا كلاوية. بالوقت يا استاذ اقعد على الكرسي وانت تستريح. يا ولية اسكت انت. كلاوية بتتعب لما بقعد. خلاص يا عمي خليك واقف على راحتك. بسرعة يا نبوية ساعة فرش في السرير. على قلبي منها والله. انا مبسوط كده. انا مرتاح كده. النبي كمان يا عم. انا مبسوط كده. انا مرتاح كده. ما عرفنا يا عم انك مرتاح كده. لو النبي يا ست ريسة سيبيني قول كمان دور. انا مبسوط كده. انا مرتاح كده. انا مبسوط كده. انا مرتاح كده. انت وايه يا ولية؟ انت بتتعودي عليا ولا ايه؟ ما بتعودش. اتفضل السرير اتفرش. ليه بس؟ ما قلنا على اقل من مهلك. قلبك عليا قوي. تعالى ما اوصلك. تعالى ده تكلبها. شغلك برضه يا عروسه. مش بالشكل ده يا عمي. ايدك يا بنت ايدك.